السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد من قناة عبدو مارتين. كنتواجدو في مشروع طواري اللي كيتواجد في سوق الخميس. هذه بارتمان الإخوان، يمكن تشوفوا معنا التيموه الصالون هو هذا، قرار كبير. إخوان اللي خاصتو شي حاجة مرحبا، هذا إقامة طواري 14 اللي كاينين في السلة الجديدة. اخوان اللي طلبتو مني قلتو لي اخويا عبدو مارتي رجع صور لنا. احنا اليوم جينا بفيديو جديد كما كتشوفوا معنا، تيما ما شاء الله اللهم بارك. هذا الباب ديال الدخله، هانتوما الاخوان حنا غاديين. اللي خاصتو شي حاجه مرحبا، نحط لكم النمره في صندوق الوصف غتلقاوها مباشره. هذا الاخوان هذا بيت الناس، راه كبير، شتو الاخوان بيت الناس. هذا البالكون، كاين واحد البالكون هنا. كاين هذاك الكوليس هذا اللي فيه الريدو، هو اللي كاين الاخوان في اللي كاين في الصاله. سرجم، شتو هذا السرجم كاين في الصاله ديال الالومنيوم، الريدو تاهو بالضو. كاين هاد تاهوانية بالالومنيوم والكوليس ديالو، هذا في بيت النعاس هانتوما. وهذا تاهو راه البيت الاخر هانتوما الاخوان، ما شاء الله اللهم بارك. هذا البلاكار، انتم ما شاء الله اللهم بارك. نمشوا الاخوان نشوفوا الجهه الثانيه، حنا نمشوا لهذا البيت الثاني. ها هو ما شاء الله اللهم بارك، ثمن 12000 درهم. خاصتو شي حاجه مرحبا. تمام 12 درهم. كيما كتشوفوا معنا البرطمان تيما هي هذه. ممكن تشوفوا معانا بالسبوت بلاس لاكليم. ايوا الاخوان غندخلو هنايا، هنا كاين الدوش ديال بلاصه ديال الدوش، مازال غنركبو ليهم بلاصه ديال الدوش هنايا. وغتكون طواليط، غيكون لافابو هنايا، هيا بلاصه الطواليط وبلاصه لافابو. هذا ديال التنفس الاخوان،
الباسكيل الصغير، شو البيبان ديال العود هانتوما. غادي نمشيو لهنايا لاكويزين، دخلوا لاكويزين. هذه هي لاكويزين، ما شاء الله اللهم بارك. بلاكارة الإخوان اللهم. دور البلاكارات نحليهم ونسدهم هانتوما. ان الاخوان يكون هنا بلاصه ماكينه الصابون، يمكن يكون الفران ويكون لابابو. هذه بلاصه لابابو هي بقى هذا يديروها. والمشروع كما كتشوفوا معنا هو هذا، قريب من الاخر ديال الطرام المستشفى ديال سيدي عبد الله. كاين هاد المشروع إقامة الطوارئ، كاين في سوق الخميس مكتبة البيع هو هذا، طوبي صرافين وضيز كيما كتشوفو معانا. ومرحبا بكم جميعا، النمرة في صندوق الوصف، اللي خاصكو شي حاجة مرحبا. تمر المتر إخوان، تمن إخوان 12000 درهم المتر. كاين ثلاثة الغرف هانتوما، المفاجأة الكبيرة. هذا هو بيت النعاس كيما كتشوفو معانا. هذا هو الباب ديال الدخلة، كاين هاد الصالون، كاين هذا كيما كتشوفو معانا، هاد الكوليس بالألمنيوم ديالو اوتوماتيك بالضو. لي سبوت هما هادو، القبص كيما كتشوفو معانا، النيو غادي يكون النيو الإخوان هنايا، يمكن لا يكون لوص، لا تدير النيو ديرو. ندخلو هنا الإخوان كيما تشوفو معانا هنا. هانتوما هنا الدوش، هانتوما الدوش، بلاصة ديال الدوش هانتوما. هنا عندكم الطواليط، هنا هنا يكون لابابو، ها بلاصة لابابو، هنا الطواليط، وهنا الدوش كيما شفتو معانا. غادي نزيدو نشوفو الجهة أخرى شنو فيها هنا. هنا خوت كاينين جوج بلاكارات، كاين واحد في هاد الفاص هدا، كاين تاني واحد اخر في هاد الفاص هدا. كيما كتشوفو معانا إقامة الطوارئ الإخوان، مرحبا بكم جميعا. الناس اللي بغيت تشري مرحبا بكم. ابتداء المتراج عندهم الإخوان ديال البراطم من 73 متر حتى 128 متر. اللي خاصتو شي حاجه مرحبا. سمعتوا الاخوان، من ابتداء من 73 متر حتى 128 متر، واللي خاصتو شي حاجه مرحبا. هذا المتراج الاخوان، يجوا الاخوان تشوفوا البارطمان اللي خاصتكم، مرحبا بكم. المشروع الطواهري هانتوما الاخوان. كاين السيرة الجديدة، هذا الصالون هو اللي دخلنا معاه.